السلام عليكم، أهلا وسهلا متابعين الأعزاء. هنشوف بالفيديو مع بعض سقوط النجمة العراقية رحمة رياض برفقة زوجها ألكسندر علوم. وطبعا ألكسندر علوم اتخض لما سقطت رحمة رياض، وطبعا كان موقف والمنظر كان مؤلم. هنشوف بالفيديو دلوقتي مع بعض وهنرجع نكمل. وزي ما شفنا مع بعض كده، والمسعفين قامت بإسعاف رحمة رياض ودخلوها سيارة الإسعاف وحاولوا يسعفوها. اتعرضت لحالة إغماء، وبعدين نزلت على حسابها إن هي بتطمن الجميع إن هي بفضل الله أحسن. وإلكسندر علوم كان في غضب شديد وغضب على الناس اللي بتصور، علشان كانوا متلمين حول العربية عايزين يصوروها، وكان هو بيحاول إن هو يعديها من بين إيديهم. نسأل الله لها الشفاء العاجل ولجميع المرضى.